بمناسبة اقتراب موعد عيد المعلم والأم، افتتحت عدة معارض فنية للأطفال في مدينة سلحب، وضمت المعارض أعمالا فنية متنوعة شملت توالف البيئة والأعمال اليدوية والرسومات المتنوعة. بمناسبة عيد المعلم العظيم وعيد الأم، أقامت مدارس مدينة سلحب طبعا الحلقة الأولى احتفاء وفعاليات ومعارض فنية رائعة جدا، واختتمت ببيان فني. طبعا عبر التلاميذ من خلال هذه الرسومات والأعمال اليدوية عن حبهم لمدرستهم، عن حبهم لمعلميهم، عن حبهم لوطنهم، عن حبهم لجيشهم العربي السوري. إقامة معرض نتاج أعمال أطفالنا تلت عام دراسي كامل، ضمن المعرض أعمال رسم وأعمال يدوية للأطفال وأعمال من توالف البيئة. حبينا بهالمعرض نزرع ونعزز ثقة الطفل بنفسه وببلده وبوطنه من خلال اللوحات اللي قدموها. قدمنا اليوم فقرتين، فقرة بعنوان بإيدي باقة ورد للأولاد الصغار صف الثالث عندنا بالمدرسة، وقدمنا سكيتش صغير بعنوان يا أبو مرعي للأولاد الصغار. شاركت برسمة وجه وبرسمات عن الوطن وعن الشهداء. بل علقوكم بصدر الأفق أوسمة، منها السرية تغزى صدرها حسدا. شاركي بمسرحية اسمها مسرحية المتنبي، الله يحمي سوريا وقائد سوريا وجيشها. اليوم اجيت لقدم انا ورفقاتي اغنية طيري طيري يا عصفورة وتعالى وتتعمر يا دار. كما أقيم حفل فني قدم من خلاله الأطفال فقرات فنية وغنائية ومسرحيات، غنى الأطفال وفرحوا وأنشدوا للطفولة والوطن. للعلاقة علي شحود حمى.